في قطاع التعليم أحد على المعاش مدة 4 سنوات ومتعاون، أقولها وهو بصوت عالي، متعاون مع منبر إعلامي إلكتروني وورقي. فباسم مديري حاج خليد الرحامي مدير المنبر الإعلامي نحيي كل أعضاء مكتب الجهوي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس ندوة علمية متميزة كباقي الأنشطة، أنشطة المكتب. آخر نشاط حضرناه هو إظهار سفر أعضاء المكتب تحت إشراف مولاي عبد الرحمن بن دياب، ونصفق له بحرارة لما ودعناه في اتجاه معبر القرقرات وتشبت التحالف بالوحدة الترابية. فتحية للرئيسة الجهوية للتحالف للا حسنة وكال، والسيد المحامي بهيئة المحامين سيدي نبيل النوري، وتحية مجددة لمولاي عبد الرحمن بن دياب. فعلا ندوة علمية للجريمة الإلكترونية ومخاطر الجريمة وخصائص الجريمة ومكافحة الجريمة، نشاط متميز. سؤالي التعدين، وهو سؤالي موجه للسيد الأستاذ بهيئة المحامين سيدي نبيل النوري، استخدام النوافذ المفتوحة عبر منصات الانترنت دون علم أصحاب أو صاحب أو مؤسسة أو فرد صاحب النافذة المفتوحة، فاستخدام هذه النافذة المفتوحة هل هو جريمة وسرقة الهوية؟ وكيف أجدد التحية لمديري الذي طرح نفس السؤال، الحماية من الجرائم؟ وكغيرة على الوحدة الترابية، منبرنا خصص عدد خاص لكل من زار وعبر عن تشبثه بالوحدة الترابية، عدد خاص لزيارة معبر القرقرات، وهذا افتخار لكل من زار معبر القرقرات وعبر عن تشبثه بالوحدة الترابية. أعتذر عن الإطالة، وتحية لسيد الرئيس الوطني.